بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحلو الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. شوطنا العاشر وهو الشوط الخاص باللقاية الابكار المهجنات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. نسير بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، وأرى هني اللي قادت المجموعة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. الغزيلة حمد بن معيوب بن سالم الدرعي يأتي بتحديات الغزيلة على الصدارة والمقدمة، بيان مع المركز الثاني طهميمة من مطر بن عنوده العامري، يتسلل يتقدم أيضا مع المراكز المتقدمة النقلة التالية مع المركز الثالث والقدوم في هذه اللحظات، والتسلل التسلل مع المزن بالشعار راشد بن سعيد بن منانة يأتي بتحديات المزن مع المركز الثالث المركز الرابع، وصول وتقدم مع الفايزة محمد بن علي بن حمد المري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس تتقدم شخصية بالشعار عبد الله بن سعيد بن علي الكتبي، وعلى مستوى المركز السادس وصول وتقدم وانطلاق والتحديات في هذه اللحظات. أنغام سعيد بن منانة بن غدير يأتي بتحديات أنغام، ولكن اللي وصلت بهذا التقدم بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير. نتابع مشاهدينا متابعينا الكرام التحديات مع الواصلة لعلي بن سعيد بن سالم الزرع، يتسلل بتحديات الواصلة مع المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول من لقى لفهيد بن محمد بن فهيد الرزقة العجمي، ومع المركز العاشر تتسلل الذيبة محمد بن مبارك بن محمد الغفري مع المركز العاشر، يأتي بتحديات هذا الشوط. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في أول ندى، أول تحديات هذا الشوط من أشواط الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. نعود مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وبيان اللي قادت المجموعة، بيان اللي انطلقت بناموس هذا الشوط بتحديات طهميمة بن مطر بن عنوده العامري، ولكن من الجانب الاخر الغزيلة حمد بن معيوب بن سالم الدرعي، والشعار ايضا من الجانب الاخر تسلل في هذه اللحظات من الجانب الآخر تحديات هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير بهذه التحديات الرائعة اللي وصلت الفايزة محمد بن علي بن قريع المري، يأتي بتحديات الفايزة مع المركز الثالث. رابع التحديات رهني المزن راشد بن سعيد بن منانة يقدم المزن مع المركز الرابع. وصلت التحديات وعلى مستوى المركز الخامس يأتي هذا الشعار، ينطلق أيضا بتحديات هذا الشوط الواصلة علي بن سعيد الزرعي، يقدم الواصلة مع المركز الخامس المركز السادس. ولكن القدوم في هذه اللحظات ما شاء الله نتابع تحديات ايضا حفلة لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، وصلت الاسامي والتجمع الواضح على مقدمة هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير في هذا الموقف الخطير من لوحة الكي
المتر الأخير الكيل المثير. ما شاء الله ما شاء الله، عون عون شكله ولونه وعون، تنطلق بناموس هذا الشوط. مطر بن سعيد بن حلوة، الله حلوة يا بن حلوة، حلوة يا بن حلوة مع هذا الانطلاق. وش سويت وش سويت بهذا الانطلاق المثير؟ وعون على الصدارة، يرت الشوط يرت الشوط بهذا الانطلاق المثير. هدي اعصابك هدي اعصابك، خلي اعصابك هادية خلي اعصابك هادية، ركز ركز بهذا الانطلاق المتميز. ولكن لغزيلة لغزيلة مع المركز الثاني بشعار محمد بن معيوب سالم الدرعي، ولكن اللي وصلت اللي وصلت شعار الظاهري، شعار الظاهري ياتي بتحديات الذيبة. مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري، ولكن القادمة أيضا ترحيب حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي. وعون عون عون الراشدي يعلن الهجوم، اللحظات الأخيرة ترحيب ترحيب. عون 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 تنتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا لمالك مطر بن سعيد بن حلوة المركز الثاني، ترحيب حمدان بن بخيت بن محمد الراشدي المركز الثالث. جاء شعار علي بن سعيد الزرعي مع المركز الثالث، مع الواصل المركز الرابع. انطلاق ايضا وتحديات الذيبة المبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري، ومع المركز الخامس تحديات ايضا وانطلاق في هذا المسار. مشاهدينا ومتابعي الكرام، مع العسيلة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني، هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. التوقيت الزمني 7:22 الوفاء والتمام هو توقيت عون. تهانينا لمطر بن سعيد بن حلوة، والسلامات لأهالي الخواني. يجمع هذا الانطلاق المتميز اللي وصلت مع المركز الثاني ترحيب، وقدمت عرض تشكر عليه 7:22 جزء واحد من الثانية. تهانينا للحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول الواصلة لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي، والتوقيت الزمني 7:22:09 من الثانية.